السلام عليكم. لمحبي جوز الهند بدي أقدم اليوم وصفة لذيذة جدا، هي كرات جوز الهند بالشوكولا الأبيض. بيلزمكم بيضة كبيرة، ربع ملعقة شاي فانيليا، نص ملعقة شاي بيكنج باودر، رشة ملح، ونص كوب سكر أبيض. تخلطوا جيدا بخفاء يدوي أو آلي. بعدين بتضيفوا نص كوب زبدة مذابة، بتخفقوا شوي حتى ينخلطوا جيدا، وبتضيفوا لهم كوب طحين منخل. وبتخلطوا جيدا. بترجع بتضيفوا كوبين من جوز الهند المبروش ناعم والغير محلى، يفضل يكون طبيعي مثل اللي شايفينه. هيدا جوز هند طازج، كسرت جوزة فرمتها ناعم. وأخيرا بتضيفوا كوب من حبيبات الشوكولا الأبيض، وبتخلطها هالمرة بملعقة، بتخلطوا جيدا حتى تحصلوا على عجينة متماسكة. بعد جهوز العجينة بتدهنوا كعر قوالب المافن الصغيرة بالفرشاية طبقة خفيفة جدا من زيت نباتي، وبتستخدموا ملعقة بوظة لافظة لتكييل الحصص بأحجام متطابقة وسكبها بالقوالب. إذا كنتوا ببلاد حارة يفضل وضع العجينة بالبراد لحوالي نص ساعة حتى تتماسك. فيكم تستخدموا صفائح مسطح إذا ما عندكم قوالب مافن، بتفرشوا عليها ورقة خاصة بالخبز، بتحطوا الحصص على الناشف، وبشكل متباعد حوالي 3 سنتيمتر فراغ بين كل حصة وحصة. بعمل التالتة وبكفي للآخر. بعد ما حددت الحصص صار وقت الخبز. بحمل الفرن على حرارة سفلية لثلاث دقايق بدرجة 325 فهرنهايت. بعدين بدخل الصفائح وبخبز أولا على حرارة سفلية مدة 13 دقيقة، ثم على حرارة علوية لدقيقتين أو ثلاثة. وهيك بتكون النتيجة عند خروج الكرات من الفرن. بتكون طرية، تركوها تبرد نص ساعة بالقوالب، بعدين استخرجوها وحطوها على شبكة المخبوزات للتهوية. لون جميل جدا، والوصفة بتعطي كمية كبيرة جدا، تقريبا 30 قطعة، كمية كبيرة نسبة لكمية الطحين المستخدمة كوب واحد. إذا هلا بصفهم كلهم وبعدين برجع لكم. المفروض تحركوهم شوي بخشبة قبل ما تستخرجوهم. وهون كمان بحب فرجيكم اللي خبزتهم على ورق الخبز كيف طلعت الأشكال. دايما من الأنسب استخدام قوالب
لأنه الأشكال بتطلع احترافية أكتر. هتركهم يبردوا وبرجع لكم بفقرة التذوق. بعد ما بردت كرات جوز الهند بالشوكولا الأبيض صار فيني اتذوقها، الرائحة شهية جدا والمنظر بغنى عن الوصف. وهي مش كل الكمية اللي طلعت على فكرة، بس اختصرت حتى تتلائم مع صحن التقديم. هلا بدي اتذوقها، شوفوا اللون شو جميل. فيكم تحمرون من فوق، بس انا بفضلهم يضلوا شوي بيض لانه جوز الهند حلو يكون لونه ابيض مثل ما شايفين من الداخل. ندية وناشفة بنفس الوقت، ومن برا مقرمشة. كتير لذيذ. مهما وصفت لكم ما حقدر وصل لكم قديش طيبة جوز الهند بالشوكولا الأبيض. ثنائي بينسجم دايما مع الزبدة والفانيليا، بيصير الطعم خيالي. بس كله باعتدال. هالوصفة دسمة، قطعة أو قطعتين بالنهار بعد وجبة الغداء ما بيضروا. لمشاهدة المزيد اضغطوا الرابط أدناه أو فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كل وحدة. ما تنسوا الاشتراك والشير، وما تنسوا كمان تنضموا لفريق إيهاب بلانيت الرسمي على الفيسبوك. إلى اللقاء.